حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مساء اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بطي الشيخ مجرن بن سلطان بمناسبة زفاف نجله مجرن إلى كريمة عبد الله الشيخ عمر الماجد. وقد هنأ سموه العروسين وذويهما متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة، داعيا الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات الخير والنماء والازدهار.